السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، وصلنا صفحة 92 و93، يونت 6 لسن 5. هنا عندنا What does a plant need to grow؟ يقول لك شنو تحتاج، خلي صح اللي تحتاجها النبتة. فيبر لا ما تحتاجها، لايت نخلي الشمس، سايل نخلي، ووتر نخلي. يقول لوك اند فايند ذا ووردز، انظر وجد الكلمه، ووتر بلانت لايت فلاور ليف سيت وسايل. هذه سيت حالها، احنا نقول ووتر ليف، بعد عندنا سايل سايل، وعدي فلاور، وعدي لايت. زين ننتقل إلى صفحة 93. هنا استمع listen point and say، استمع وأشر وقل. هنا من 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. write and say your number، numbers هنا عندنا أرقام تكتب، هذا للأرقام مجموعة A ومجموعة B.